السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. إن شاء الله النهاردة بنكمل الخلاصة في قصة سجين زندة، ومعانا شخصية جميلة جدا وهي شخصية برنسس فلافيا. السؤال 38 بيقول: Prove that Flavia was observant، قوية الملاحظة، لماحة. She noticed that Rosendell was thinner. راسندل اللي هو ذا بريتند كينج، ملك المزعوم او المتظاهر انه هو ملك، لاحظت انه هو ثينا، يعني كان شكله انحف شويه من الملك الاصلي، مور سيريوس، اكثر جديه، اند تايرد. فلافيا واز فيري بوبولار ان روريتانيا، كانت شخصيه محبوبه ولها شعبيه كبيره جدا في روريتانيا. ناقش ديسكس. The people were happy when the king went to visit her. الشعب كان فرحان جدا لما الملك اللي هو راسندل يعني زارها. The people were angry that the king hadn't married her. والشعب كان زعلان، الشعب كان بيحبها جدا ان هو الملك لم يتزوجها بعد. سابت، نقل بقى على شخصية تانية. سابت was persuasive، مقنع. Illustrate، وضح. He persuaded Rosendell، قدر أو نجح في إن هو يقنع Rosendell to take the king's place، إن هو يقوم بدور الملك. Sapt was trusted، كان شخصية موثوق بيها، loyal، مخلص، عنده انتماء، and dutiful، عنده إحساس بالواجب. Illustrate. He did his best to prevent Michael، بذل قصارى جهده ان هو يمنع مايكل from taking the throne، العرش، من ان هو ياخد العرش. برضو بنكمل مع سابت. Prove that سابت was cautious او careful، حريص او حذر. He didn't trust even the best of his men، يعني حتى افضل الرجال ما كانش بيثق في اي حد خالص. سابت واز كليفر، سابت كان شخصيه ماهره او ذكيه. اكسبلين. هي ميد ا بلان، عمل خطه تو سيف ذا ثرون، ان هو ينقذ العرش والملك وشعب الروتانيا كله. سابت واز وايز، فار سايتد، وايز حكيم. فار سايتد يعني بعيد النظر، عنده بعد نظر. اكسبلين. He knew that Michael wouldn't reveal Rosendell's identity or kill the real king. هو كان عارف ان مايكل ما كانش يقدر ريفيل، يكشف شخصية راسندل او هوية راسندل، or kill the real king، او ان هو يقتل الملك الحقيقي. Prove that Sapt was a veteran، رجل محنك. He knew that everything about the palace and the country، كان عارف كل شيء عن القصر والبلد. Since the old king's time، منذ عهد الملك السابق. Sapt was loyal and sincere، كان وفي وكان مخلص to the king of Lauritania، أكيد ده واضح جدا. Explain. زي ما احنا شايفين ان الأسئلة شباب بتعيد بعضها او بتبقى متداخلة مع بعضها، وطبعا الميزة في الأسئلة ان هي بتبقى ماسكة شخصية شخصية، يعني بتبقى مركزة في شخصية واحدة. هنا نشوف هو كان مخلص ازاي ووفي للملك. He loved the king، متفقين على كده. And hated anything، وكان بيكره أي حاجة bad to happen to him، أي حاجة وحشة تحصل له. He was worried، كان قلقا، when he didn't find the king in the hunting lodge، لما رجع هو وراسندل وما لقاش الملك في اللي هو الكوخ بتاع الصيد، ما كان طبعا كان قلقان جدا. Sapt was a good advisor،
سابت كان ناصح للملك، ناصح جيد للملك. Explain. He advised the king not to eat much on the coronation night. ما ياكلش كتير في ليلة التتويج. طبعا بتبقى حاجات، في حاجات تانية، إنما إحنا طبعا بنحاول نكون الأسئلة مختصرة عشان تبقى إيه فاتحة نفسكم كده، وطبعا تكون سليمة أهم حاجة. في شخصية طبعا فريدز was loyal to the king، كان وفيا للملك. اشرح، احنا معانا دلوقتي شخصية فريدز. He guarded the king's room، حرس الأوضة بتاعت الملك. While Sapt was at the lodge، بينما كان Sapt في the hunting lodge. حرف الأداة مش موجود. بنكمل مع فريدز. Was brave and daring، كان شجاع وكان جريء. وضح، illustrate. He wanted to attack and he was ready to attack، كان مستعد وكان أراد أن هو يهاجم مايكل. After he had kidnapped the king، لما اختطف الملك. Prove that Fritz was anxious أو nervous أو agitated، قلق، عصبي، متوتر. برضو احنا بنكمل مع فريدز. He was nervous when he met the marshal at the station، لما قابل المارشال في المحطة. He was very worried after the king was kidnapped، كان طبعا قلقان جدا لما الملك اختطف. طيب Sapt and Fritz were different، الاثنين كانوا شخصيتين مختلفتين. وضح. Sapt was wise and careful، Sapt حكيم وحذر. Fritz was unwise، العكس بتاعه، غير حكيم and nervous، عصبي أو متوتر. Prove that Antoinette was helpful، اثبت ان أنتوانيت دوموبان كانت متعاونة. She helped Rassendyll to escape from the summer house، ساعدت راسندل ان هو يهرب من المنزل الصيفي اللي كانت مقيمة فيه أنتوانيت. She told Rassendyll about Michael's plans، قالت له على خطط مايكل، طبعا اللي هي الخطط الشريرة في قتل الملك، وان هو ايه عشان يحصل على السلطة وكده. She looked after the king، رعت أو اعتنت بالملك. While he is ill، يبقى while he was ill، مكان مريض. Antoinette، احنا دلوقتي ماسكين في شخصية Antoinette. Antoinette was kind-hearted، كانت طيبة القلب. Illustrate. She didn't like to see people being killed، يعني ما كانتش تحب تشوف الناس وهي بتتقتل. She didn't want Flavia to fall into the power of the dog، ما أرادتش إن هي تشوف فلافيا إن هي تسقط في فخ الدوق. Antoinette was loyal، كانت وفية أو مخلصة. She wanted to take revenge on Robert for killing the dog، هي أرادت إن هي أو كان عندها إرادة إنها تنتقم من روبرت على قتل الدوق. Who had defended her، الذي دافع عنها. Dietrich was a fierce fighter، كان محاربا شرسا، اللي هو مين؟ Dietrich ده كان واحد من السكس من اللي هم تبع دوق مايكل. Dietrich was a much better swordsman than Rassendyll، كان مبارز سيف أبرع من راسندل. ديتشارد نيو أول ذا تريكس، كان على علم بكل الحيل والخدع بتاعت المبارزات. Prove that ديتشارد was deceitful، كان مخادعا. He wanted to deceive راسندل in the summer house، كان عايز يخدع راسندل في المنزل الصيفي.
روبرت هنساو was deceitful أو tricky. طبعا روبرت ده كان شخصية داهية شريرة جدا، فبيقول لي اشرح. He pretended to shake hands. هو تظاهر ان هو بيصافح راسندل with راسندل and stabbed him in his shoulder. ثم طعنه في كتفه. What do you think of Rupert? رأيك ايه في روبرت؟ روبرت was the worst criminal. أسوأ مجرم of all the six men. في الست رجال اللي هم بتوع مايكل. روبرت was awaked. شرير bloody. دموي cruel. vindictive character. يعني شخصية دموية قاسية محبة للانتقام. prove this. اثبت او وضح او ما شابه ذلك. طبعا برضو زي ما احنا ماشيين ومعودينكم في الأسئلة شخصية شخصية، احنا دلوقتي مركزين في روبرت. He wanted to kill four people to be the second man in the country. يعني هو عمل زي صفقة كده أو خطة مع راسندل. طبعا راسندل ما وافقش عليها، إن هو يقتل the king، يقتل الملك الأصلي، يقتل مايكل، يقتل سابت، يقتل فريدز. كل دول هو كان بيقول لراسندل إن دول كلهم يموتوا، وراسندل يبقى the king ملك، هو يبقى إيه طبعا take an award، ياخد جايزة أو ياخد مكافأة. روبرت هنزاو was brave. ماشي، يدف شخصيته، هو شجاع. illustrate. He escaped from Rosendale and his men in the woods. هرب من راسندل ورجاله في الغابة. He fought. الماضي بتاع fight. حارب مايكل and his men and killed Michael. وقتل مايكل. Explain how Robert himself was rude. وقح. اشرح ازاي هو كان وقح. He spoke rudely to Rosendale in Tarlenheim. هو اتكلم بوقاحة مع راسندل في تارلينهايم. روبرت was quick and clever أو intelligent، سريع وماهر. وضح. راسندل and his men couldn't catch him in the fight near the castle. In the castle. آسف، near the castle. ما قدروش يمسكوه أو يلحقوا بيه. سريع. He escaped before Antoinette shot him. هو هرب قبل ما Antoinette تصيبه وتطلق عليه النار. Robert was dishonest. طبعا هو غير أمين. He planned to help Rosendell. الخطة اللي كلمنا عليها من لحظات، هو خطط ان هو يساعد Rosendell and betray Michael. betray يعني يخون. طبعا شخصية زي ديت هو ما عندوش اي مبادئ ولا اي حاجة، فالخطة اللي احنا قلناها قبل كده ان هو يخون اللي هو سيده اللي هو مايكل ما عندوش اي مشاكل. To what extent was Rose persuasive؟ طيب نرجع لروز اللي هي مرات اخو راسندل، sister in law، his sister in law. هي كانت مقنعة ازاي؟ روز had a good way of persuasion. كانت عندها طريقة جميلة جدا او طريقة جيدة في الاقناع. and persuaded Rosendell to take the job. ان هو يحصل على وظيفة. لو كان جاي له وظيفة مساعد لامباسادور لسفير. What kind of person was Robert? روبرت اللي هي R-O-L بي الخفيفة ديت، روبرت راسندل اللي هو أخو راسندل، نوعية الشخصية دي إيه؟ ده غير روبرت بقى اللي هو في العصابة. He knew his position in society. عارف إن مكانته في المجتمع had responsibilities عليه، أو المكانة ديت بتبقى متلازمة مع أو معاها مسؤوليات. What do you think of Johann's character أو يوهانز character زي ما بيقى بتتنطق؟ رأيك في الشخصية دي إيه؟
He was a weak man, رجل ضعيف, but not a wicked one, ولكنه غير شرير. يوهان was helpful to Rosendell. كان متعاون اللي هو جوهان مع راسندل. وضح. He worked as a spy. عمل كجاسوس for Rosendell. He gave Rosendell information about the dog's plans. ادى راسندل معلومات عن الخطط بتاعة الدوق and the king's prison. والسجن بتاع الملك. يوهان had a weak character, شخصية ضعيفة. برضو الأسئلة بتجيب بعضها وبتعيد نفسها. He worked for Michael, هو كان بيعمل لحساب مايكل, مش عشان حبا فيه, because he was afraid of him, لأنه كان بيخاف منه. Joseph was faithful for the king of Roritania. Illustrate, وضح. Joseph اللي هو الخادم اللي هو كان إيه اداله السم اللي كان فيه Hunting Lodge. Michael's man killed him, قتلوه, when he defended the king, لما كان بيدافع عن الملك. The marshal was obedient, المارشال كان obedient, يعني كان شخصية مطيعة. Prove this, اثبت ذلك. He obeyed Rosendell the orders, الأوامر بتاعت راسندل اللي هو من وجهة نظره the king. When he wanted to enter the old part of Strelsau alone, لما هو أراد, لما راسندل أراد إن هو يدخل الحي القديم بمفرده. Marshal Strachance was trusted أو trustworthy, شخصية جديرة بالثقة. Discuss, ناقش. Rosendell thought the marshal would keep the future of Ruritania and Flavia safe. Prove that the marshal was observant. اثبت ان المارشال كان قوي الملاحظة. He noticed that Rosendell's handwriting, لاحظ ان الخط بتاع راسندل was different from the king's, مختلف عن خط الملك. Max Wolf was evil, a wicked, شرير, ناقش. ده اللي هو كان أخو مين؟ أخو جوان اللي هو اتقتل في المركب. He knew all about Michael's evil plans, كان عارف كل الخطط الشريرة بتاعت مايكل. And helped in them, وساعد فيها. Johann's mother was a wicked woman, امرأة شريرة, مامت أم جوهان. وضح. She worked as a spy for Michael in the hunting lodge, كانت بتشتغل زي جاسوسة في the hunting lodge. The ten men that Rosendell accompanied to Tallinheim were trusted, العشر رجال اللي هم الجنتلمان اللي اصطحبهم معاه راسندل وسابت وفريدز كانوا جديرين بالثقة. They were loyal, كانوا مخلصين and brave, وشجعان. And they didn't ask any questions, ما كانوش بيسألوا أي أسئلة. The doctor proved to be brave, الدكتور اللي كان مع اللي كان المفروض اللي هو بيعالج the ريال كينج الملك الحقيقي كان أثبت إن هو شجاع. Explain. The doctor held Ditchard to protect the king from him. مسك Ditchard علشان يحمي الملك منه. Fred's relative was hospitable and generous. Explain. قريب فريدز اللي هو تقريبا بقى يبقى صاحب البيت اللي هو بتاع تارلينهايم كان كريم. He allowed the king to use his house for hunting, هو سمح للملك ان هو يستخدم البيت بتاعه للصيد, اللي هو يقصد تارلينهايم, منزل تارلينهايم. The inner keeper's daughter was obedient, بنت صاحبة الحانة
اللي هو الفندق الصغير، was obedient، كانت مطيعة. Last rate وضح. She agreed to help Rosendell find Johan. وافقت ان هي تساعد راسندل في ايجاد جوهان، وان هي تحضر جوهان لهم او لراسندل في تالنهايم. Prove that the king was respected. اسف. Prove that the king، اثبت ان الملك respected سابت a lot، كان يحترم سابت كثيرا. The king consulted سابت and took his advice، كان بيستشير سبت وبياخد بنصيحته. Do you agree؟ هل أنت موافق that people who have a lot of money، اللي عندهم فلوس كتير، should do nothing؟ أسئلة بقى critical، يعني المفروض عادي ما يعملوش أي حاجة. Explain your point of view. I don't agree، أنا مش موافق. I think all people must have duties to do، يعني بيبقى أي حد سواء معاه فلوس أو معاهوش فلوس بيبقى دايما عليه واجبات يعملها، زي ما له حقوق عليه واجبات. What do you think Rosendell meant by saying to a man like me؟ تعتقد راسندل كان يقصد إيه بالعبارة دي؟ لرجل مثلي opportunities are responsibilities، الفرص هي المسؤوليات. If an opportunity came he would take it، يعني هو كان شايف ان ال opportunities، الفرص لما تيجي لازم يستغلها، فهو شايف كده تعتبر يعني مسؤولية، ان هو خلاص الفرصة قدامه يبقى لازم ياخدها يعمل بيها. هو كان شايف مكانته ومركزه في المجتمع هي الفرص، على عكس اخوه روبرت. Do you think a person like Rudolf Rosendell is very serious about work or life؟ هل تعتقد ان شخص مثل راسندل جادا بشأن العمل والحياة؟ وضح بقى why. No, because he didn't work. لا طبعا، لان هو ما كانش بيعمل. Or have responsibilities، ما كانش عنده اي مسؤوليات. هنكتفي بهذا القدر، وأتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله لو في نصيب إن شاء الله نعمل الجزء الثالث. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي مستر جلال حسني.